صبحكم الله بالخير. اليوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ورد فضل الإكثار فيه من الصلاة والسلام على النبي. قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على التبكير لصلاة الجمعة، ففي صحيح البخاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا شقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي الحديث الآخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب فدنا من الإمام فاستمع ولم يلق كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. هذا الفضل العظيم علينا ألا نفرط فيه، فنبكر لصلاة الجمعة مستعدين للغسل والطهي ولبس أحسن الملابس والدنو من الإمام ما استطعنا من ذلك، وتلاوة سورة الكهف والدعاء، ففضله عظيم. أظهر النبي صلى الله عليه وسلم من التخلف عن صلاة الجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وفي الحديث الآخر: لينتهين أقواما عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وقال ابن عباس: من ترك الجمعة ثلاث جمعات متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. فالحذر الحذر من التفريط في صلاة الجمعة.